أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، أو صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا. اليوم أحدثكم عن امرأة كبيرة في السن استطاعت بفضل الله عز وجل أن تحطم وتصدع حصى الكلى الذي أصيبت به بآية من كتاب الله. كيف حصل هذا؟ تعال واستمع معي لما يلي. الذي يحكي هذه القصة يدعى منصور الشريدة، والأخ منصور كتب هذه القصة عن جدته رواية عن ابنها. يقول: حملها ابنها للمستشفى، قرر الطبيب إجراء عملية لها. بعد الفحوصات ألغيت العملية. جاء الطبيب لابنها وقال: أمك كبيرة بالسن ولا تتحمل أن نجري لها عملية، ونخاف على حياتها، والأفضل أن تبقى بدون عملية. ذهب الابن بوالدته للبيت وأخبرها بما قال الطبيب، فقالت له: الله هو الشافي، لا تخف يا بني. يقول ابنها: بعد 20 يوما بالتمام شفيت والدتي، وهي الآن بصحة وعافية. يقول: أتدرون ماذا فعلت؟ يقول: خلال 20 يوما كانت كل ليلة تقوم الليل وتتهجد وتكرر قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قبل أن أكمل القصة أنقل لكم تفسير من ابن كثير، أو كلام ابن كثير عن هذه الآية. يقول: فإن كان الجبل في غلظته وقساوته، لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله، لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل. فكيف يليق بكم أيها البشر؟ ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله؟ أعود للقصة. يقول: كانت جدتي تقول: إن كلام الله يصدع الجبال ويفتتها. سبحان الله، انظروا لهذا الإيمان القوي. فكيف لا يصدع ويفتت الحصاة الصغيرة التي في جسدي؟ يا الله، ما أعظم يقينها بربها وتوكلها على خالقها واعتصامها بكلام ربها. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك والالتجاء بك. أخوكم منصور الشريدة. والقرآن الكريم كله شفاء. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال في موضع آخر: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أخيرا، إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل جرس التنبيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.